غصت ساحة الشهداء في بيروت بآلاف اللبنانيين المشاركين في مراسم تشييع رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن. الموكب الجنائزي انطلق من مقر قوى الأمن الداخلي في الأشرفية مراً بموقع التفجير قبل أن يصل إلى ساحة الشهداء وسط إجراءات أمنية مشددة. ولدى وصول الجثمان الموشح بالعلم اللبناني سجي بجوار ضريح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بحضور العديد من الشخصيات السياسية اللبنانية. الرئيس ميشيل سليمان على رأس المشيعين تعهد في كلمة مقتضبة بفتح تحقيقات بشأن الحادث لملاحقة الجناه، كما دعا سليمان المرجعيات السياسية والأمنية إلى عدم توفير غطاء لمرتكبي أعمال العنف. هذه الجريمة، هذا الاغتيال موجهاً للدولة اللبنانية، المقصود به اغتيال الدولة اللبنانية. لذلك هذه الشهادة تدعونا إلى التكاتف والتعاون على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى المؤسسات اللبنانية، وأعني تحديداً المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية. وكان مقتل الحسن الذي لقي حتفه في انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية ببيروت الجمعة الماضية قد ألقى بظلاله على المشهد السياسي في البلاد. فالغضب الشعبي يعاد إلى الواجهة من جديد مع إصرار قوى الرابع عشر من آذار على ضرورة استقالة حكومة نجيب ميقاتي وتحميلها مسؤولية الخرق الأمني. لا حديث قبل رحيل هذه الحكومة، لا حوار على دم الشهداء، لا حوار على دماء اللبنانيين. وفيما دعت المعارضة اللبنانيين إلى مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة، يخشى البعض من عودة الصراعات الطائفية مما يدخل البلاد من جديد في نفق مظلم.